والمحكمة استدعت المتهم العاشر اسمه محب مأمون محمد الأعصر الأعصر. ما وظيفتك؟ أنا شريك مؤمن. أنا شريك مؤمن. واخدين الشغل من الشركة من جوه. في المقاولات واخدين إيه؟ واخدين الشغل من الشركة. الشغل من الشركة. من الباطن. ما قولك فيما ورد بالتحقيقات باتهامك بتقديم رشوة؟ تماما. نعم نعم مقر ومعترف. وانا مقر ومعترف ومتمسك باقوالي في النيابة. هل لديك اقوال اخرى؟ ام لا؟